أحسن الله إليكم وبارك فيكم. الأخت سامية تقول: فضيلة الشيخ، ابتلاني الله منذ صغري بمرض خطير، والآن أنا في الثلاثينات، وهذا المرض ليس له علاج، فما هو الأجر المترتب على مثل هذا الصبر، وخصوصا البلاء وهذه الأمراض مأجورين؟ لا شك أن المسلم مأمور بالصبر على ما يكره من المصائب والأمراض، ومع الصبر يستعمل الأسباب النافعة بإذن الله إذا كان فيه مرض يسعى في علاجه، مع الصبر والاحتساب عدم الجزع وفعل الأسباب المباحة لا ينافي الصبر، لأن الصبر في هذه الحال هو حبس اللسان عن الشكوى، حبس النفس عن الجزع، وحبس اليد عن لطم الخدود وشق الجيوب. فإذا كان هناك سبب نافع وعلاج لهذا المرض فإنه يسعى في علاجه. قال صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهل. الذي أنزل الداء أنزل الدواء، وإنزاله للدواء يدل على أننا نبحث عن هذا الدواء ونستعمله. أما إذا لم يكن له علاج، يعني عجز الأطباء عن العثور على علاجه، فإن المصاب به يصبر ويحتسب الأجر من الله سبحانه وتعالى، والصابر مثاب. قال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والله يبتلي المؤمن، إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن صبر فله الأجر ومن جزع فعليه الإثم. إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط عليه السخط، كما في الحديث. وبهذا يطمئن المؤمن ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، ويرجو أن يكون هذا المرض أو هذا الداء خيرا له عند الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. نعم.